بالنسبة للأستاذ عصام شلتوت يا جماعة، الحمد لله الأستاذ عصام شلتوت بصحة طيبة، وإن شاء الله بإذن الله خلال ساعات الأمور هتكون على ما يرام. يعني إحنا في حالة قلق، حتى خلال ساعات أحاول أتصل لكم بحد من أسرته، وأنتوا معايا. خلينا نبعت تحية أبو أحمد الجميل للأستاذ عصام شلتوت حبيب الكل، ألف مليون سلامة يا أبو أحمد، وربنا يرجعك لنا بالسلامة. حبيبنا الراجل الجدع الشهم، صاحب صاحبه اللي ما بيتأخرش في واجب ولا في فرح ولا في كره ولا في أي مكان، بتلاقيه قبل الناس كلها. عصام شلتوت راجل بمعنى الكلمة، شيخ عرب يعني في طباع الصعايدة بتاعتنا وفي طباع الفلاحين، كريم ما شفناهوش غير في الخير. يعني عصام شلتوت قصة حلوة جدا جدا جدا، ويكفي من الحب انفجار الفيسبوك وكله النهاردة بصوره وكل الناس بتدعيله، واحنا في ساعات الفجر الاولى. يا رب اشفي عصام شلتوت شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، اكرم عصام شلتوت واشفيه يا رب العالمين، قومه بالسلامة ورجعه بيته بالسلامة، وقومه لعياله واحفاده بالسلامة. عصام شلتوت حاجة حلوة وحاجة جميلة ويعني مشاكل بس في القلب، الحمد لله رب العالمين. كان عنده ورم في رجليه أهمله، يعني كان عنده، خلي بالكم من موضوع الورم في الرجلين ده يا جماعة، أستاذ عصام شلتوت كان بيشكي من ورم في رجليه، فهو أهمل هذا الموضوع. أول امبارح أو من 48 ساعة حصل عنده مشكلة ضيق في النفس، تم نقله على مستشفى المعلمين، الحمد لله. يعني كانت أزمة قلبية لم تصل إلى حد الأزمة الحادة، ولكن كانت في بدايتها، والحمد لله رب العالمين. الدكتور أو الأطباء على حد قولهم النهاردة الأربع العصر هيعدي مرحلة الخطورة، النهاردة الأربع العصر إن شاء الله الأستاذ عصام شلتوت يعدي مرحلة الخطورة بإذن الله تعالى. أنا كلمت الكابتن مقدم ضابط شرطة أحمد عصام شلتوت، طمني جدا، أنا حاولت أكلمه يبدو أنه نام. حاول أتكلم عمنا الأستاذ جمال العاصي أطمن عليه لأنه كان ملازم لي، نقلوه للمستشفى والحمد لله رب العالمين تم احتواء الموضوع. النهاردة بالضبط المغرب أو بعد العصر بشوية الدكاترة طمنوا قالوا أن الحالة مستقرة جدا 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 جدا، ولكن الأربعاء عصرا سيتم الـ يعني تعدي كل مراحل الخطورة بالنسبة للأستاذ عصام شلتوت، الحمد لله رب العالمين. دي الأخبار اللي عندي قبل ساعتين من دلوقتي، بحاول برضه قبل ما أسيبكم بكلم أحمد عصام شلتوت أهو، والأستاذ جمال العاصي عمنا الكبير وشيخ العرب بتاعنا وأستاذنا وريسنا. يعني أكيد هو مرهق جدا لأنه ما سابش الأستاذ عصام دقيقة، فلكن خلينا نطمئن منه ونطمن حضراتكم. وعايز أقول على حاجة، مش واخدين من الدنيا غير هذا الحب، وده اللي علمهن جمال العاصي. النهاردة كل الفيسبوك وتويتر انفجر بسيرة عصام شلتوت الحسنة، وتقوم لنا بالسلامة يا أبو أحمد، وشد حيلك يا أبو أحمد، وإن شاء الله تقوم بالسلامة يا أبو أحمد، وخلي بالكم من ورم الرجلين. يعني كان عنده ورم في رجليه أهمله، لأن ورم الرجلين ده يبدو أنه مرتبط بالشرايين بتاعت القلب، عشان كده لما راح المستشفى قالوا له أزمة قلبية، الحمد لله تم احتوائها. ولكن خلينا نطمن أكتر من عمي وأستاذي الأستاذ جمال العاصي. أستاذ جمال العاصي السلام عليكم. أستاذ جمال العاصي السلام عليكم. في مشكلة في الاتصالات، يمكن يكون في المستشفى لغاية دلوقتي على فكرة، فأحاول أتصل مرة تانية. ادعوا بس لعصام شلتوت، ادعوا لعصام شلتوت، ادعوا له. استاذ جمال العاصي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذي وعمي وصديقي واخويا الكبير حبيبي عبد الناصر، الله يخليك، يعني ربنا ما يحرمنا منك، ودايما وابدا نطمئن منك كده كلنا على بعضينا. اخبار الاستاذ عصام شلتوت، الالاف النهارده معايا، يعني كله قلقان عليه، والفيسبوك انفجر النهارده، كل الناس بتسال عليه، وربنا يتمم له الشفاء. والله يا استاذ عصام جات له اسبوع كده بدا يحس بارهاق وتعب شديدين، فاحنا عملنا له راحه سلبيه في البيت كده، قعد 48 ساعه، قلنا ربما يكون يعني
النوم مش واخد حقه ومحتاج راحة بدنية. وبعدين عملنا مجموعة تحاليل الدكتور وشافه الدكتور محمد أبو العيلة، وبعدين عملنا ألتراسونيك أشعة، وبعدين بدأ الدكتور محمد أبو العيلة حولنا للدكتور عبد الله عبد العزيز عبد الله أحمد في مستشفى معلمين، عملنا إيكو على القلب الدكتور أصام يحتجز في الأستاذ أصام، بدأنا في غرفة نص رعاية مركزة، وبدأ يديله يعني مجموعة أدوية سريعة عشان يخف المية اللي في جسمه، في مية كتيرة في جسمه مؤثرة على عضلة القلب. وبدأنا بقى في الرحلة دي على مدار 48 ساعة الأخيرة، إنما الحمد لله يعني إحنا أحسن كتير بالنسبة لضربات القلب اتحسنت كتير، والشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكنا بالحقيقة كنا يعني ما كانش حد يعرف الموضوع ده خالص لحد ما حد تسلل وقالت الصورة، وبدأت المحبين والعشاق والأصدقاء والزملاء والمريدين زي ما حضرتك عبرت قلت انفجر في سك في محبة أخونا الغالي أصال شلتوت. والنهاردة الحمد لله الساعة 11 اتعمل له رسم قلب جديد أفضل وأحسن، ولسه بقى عندي لقاء مع الدكتور المعالج بكرة الساعة 1 الظهر على أساس يعني إيه نشوف الدنيا هتودينا فين، وإحنا بنتعشى بفضل ربنا وبنتعشم في دعوات المحبين وبنتعشم في الأهل الخير كلهم، إن ربنا يكرم ويشفي أخونا وصاحبنا وصديقنا وصديقنا كده العمدة عصام شلتوت. ربنا يخليك يا عم جمال، وأنا مش عايز أثقل عليك، وإن شاء الله بكرة نتواجد في المستشفى كلنا ونطمئن عليه. يمكن أنا كلمت أحمد وحضرتك كنت متواجد هناك، بس انا ما عرفتش اكلمك لانك كنت مشغول مع الدكاتره، وقال لي يحتاج الى دعوات الناس كلها، لان الاربع العصر الدكتور او الدكاتره قالوا نعدي مراحل الخطر مع الاربعاء عصرا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يشفي، ربنا يا رب يشفي كل مريض ويبعد عننا البلاء ما ظهر منه وما بطن، ويشفي كل المصريين ويبعد عننا دايما يعني خير الحمد لله خير، واحنا لا نملك الا الدعاء. نثبت شكرا وألفانا للمولى عز وجل في السراء والضراء، ومصر كلها والعالم كله بيمر لمرحلة ابتلاء ربما تعيد الناس إلى الحضارة الإنسانية، إلى التعاطف وإلى الخير وإلى الفضيلة ونبذ الدم ونبذ القتال ونبذ الأشرار والكراهية والكراهية. يا رب يا عم جمال، وربنا ما يحرمنا منك ابدا يا عم جمال ويديك الصحه. حبيبي حبيبي حبيبي، ربنا ما يحرمنا منك ويديك الصحه، تحياتي لك. اتفضل اتفضل. كمان اللي عايز يطمئن على الاستاذ ابو المعاطي زكي، الاستاذ ابو المعاطي زكي بخير الحمد لله، وكان النهارده عامل لايف والدنيا زي الفل، وانا لسه كنت مكلمه من ساعه قبل اللايف على طول الدنيا زي الفل. يعني ده حصادنا، احنا بنتعمد نطول شوية معاكم في الحصاد علشان بس نسليكم ونجيب لكم كل الأخبار من كل الدنيا ونعمل حوارنا اليومي والكلام ده كله علشان خاطر كلنا في البيوت، فإيد مع إيد بتسقف، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل. ربنا يحرس مصر من كل البلاء وينزل لكل داء دواء ولا يتركنا لأنفسنا. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا. أحلى دعاء بحب أدعيه وكنت دايما وأنا بطوف دايما أبدا أكسر منه، اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتك إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واشفني واشف مرضاي ومرضى المسلمين ومرضى الإنسانية أجمعين يا رب العالمين. اللهم بعد عنا البلاء ما ظهر منه وما بطن، واحمنا وراعنا يا رب العالمين. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا مبلغ همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. يا رب يا رب طهر بيتك الحرام
واجعله مزارا للمعتمرين والحجاج، واكتب لنا زيارته يا رب، واكتب عليه دائما الزيارة، وان احنا دايما ما نشوفوش بهذا الشكل الفارغ من الناس. بالفعل ربنا سبحانه وتعالى تعهد عندما بنى الكعبة وقال لها ما بك؟ قالت له أخاف ألا يطوف بي الناس، فقال لها ألا يكفيك 70,000 ملك يطوفون عليك كل حولك كل يوم؟ ف70,000 ملك بيطوفوا، وكنا في منتهى السعادة وإحنا بنطوف معاهم. فربنا يكتب لنا العودة، ويكتب لكم كلكم الزيارة، ويعمر بيته الحرام من جديد، ويسترها معانا ومعاكم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.